طيب نبتدي بمعالي النائب خالد عبد العزيز، انت شايف ايه؟ دي تالت سنه في مجلس النواب اهوت، صح؟ الدوره منعقده وحصلت طبعا كثير من القوانين والتشريعات والانجازات، بس تعالى نتكلم في حصاد 2018، نتكلم فيه الاول، ولو في معلومات بقى عن حاجه ل 2019 جديده الناس تعرفها من برنامج سامح في البيت يا ريت نقولها. طبعا 2018 يمكن احنا نهيناه بحاجه جميله جدا اللي هي بشائر الخير، وبشائر الخير ديت طبعا ده الاسكان البديل. نحن بنقول الشعب المصري في فرق كبير جدا ما بين الاسكان البديل والاسكان الاجتماعي. الاسكان البديل اللي هو لم يحدث في اي دوله في العالم. احنا دوله كانت تراكمت فيها العشوائيات اكثر من 40 سنه. تراكمت فيها فساد اكثر من 40 سنه. المناطق العشوائية تكونت في مصر بطريقة بشعة، حتى وصلنا إلى أن 351 منطقة خطرة جدا. إحنا كنا بنحلم وإحنا في الجامعة وإحنا شباب أن لابد أن إحنا ما فيش حل الموضوع دوت، يعني كان في صعوبة، وحتى الحلم أن إحنا نحلم بإسكان بديل المناطق العشوائية في مصر، من أول منطقة الصحابي في أسوان لغاية منطقة غيدر العنب في إسكندرية، للرويسات في جنوب سيناء، حتى مرسى مطروح. القاهرة بس مش فيها العشوائيات، لا طبعا. العشوائيات دي في كل حتة في مصر، ومنظر مصر بقى مش حضاري في الأربعين سنة الأخيرة. إن دولة كانت هتعلن إفلاسها من 5 سنوات وتعمل أكبر مشروع للإسكان البديل مناطق الخطرة وتنتهي في 4 سنين بس من 85% من مناطق الخطرة، 18,000 وحدة سكنية في و300 في الأسمرات، إسكان بديل لمناطق أزبة خارلة وبطن البقرة والسكاكيني والشهبة ومنشية ناصر. يا ريت يا جماعة برضو معالي النائب كده بيتكلم لو في فيديوهات لمنطقة الأسمرات قديما ما قبل وما بعد والبشاير والحاجات، يعني يا ريت نعرضها كده. الجميل على فكره ده بيحدث في جميع انحاء مصر كلها. يعني عندك عشاش محفوظ في المنيا، وعندك مدينه العمال في المنيا، وعندك منطقه الصحابي، حتى منطقه الرويسات في جنوب سيناء، منطقه غيط العنب، البشاير 2 النهارده احنا افتتحنا اكثر من 1869 وحده سكنيه. اولا الدوله مش بتنشئ مباني كده وخلاص، لا مباني متكامله. المباني المتكامله دي حضرتك فيها المراكز الصحيه، فيها المدارس المحترمة، فيها حياة أدمية، حياة أدمية بجد. أولا إحنا كان زمان بيفكروا في المناطق العشوائية في زلزال 92 في أماكن إيواء أو مساكن إيواء أو ملاجئ إيواء. أي دولة في العالم، أي دولة في العالم، أي دولة في العالم مش هتبص، مش هتدي المواطن الفقير اللي هو تحت خط الفقر مسكن بديل متشطب سوبر لوكس، عندهم مدارس، عندهم مراكز صحيه، عندهم حياه ادميه بجد. توجهات الدوله القياده السياسيه ان حضرتك توجهات القياده السياسيه ان هي تبني انسان مصري. هل بناء الانسان المصري في هذه المناطق العشوائيه؟ مش هيتم ابدا. لا، احنا في ظل ظروف اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه بتمر بيها العالم كله، بتمر بيها منطقه الشرق الاوسط، قدرنا ان احنا نعمل 200 او ان شاء الله في خلال ان احنا نخلص 204,000 وحده سكنيه، سكن بديل ببلاش، في عفش، في ثلاجات، في اجهزه ببلاش. يعني ده ملهاش علاقه بمشاريع الاسكان الاجتماعي؟ لا، الاسكان الاجتماعي دولك حاجه، موضوع ثاني، عشان في ناس بتخلط. في خلط كبير جدا يا جماعه. السكن البديل ده اللي احنا في الخطه ان شاء الله، احنا عملنا 204,000 وحده سكنيه، 204,000 ده لم يحدث. مش بنقول 20,000، يعني مثلا أمثلة 18,300 وحدة سكنية في الأسمرات، في الأسمرات متشطبة سوبر لوكس، فيها مدارس، ملاعب على أعلى مستوى، يعني زي الأندية الكبيرة في مصر. يعني أنت بتشوف الملاعب بتاعة الأسمرات، المراكز الطبية بتاعة الأسمرات، أهالي دار السلام في عزبة خرالة وفي بطن البقرة وفي مناطق كثيرة جدا وفي السكاكيني اتنقلوا في هذه الحياة. تعرف أنت ما تتخيلش المعيشة إزاي في عزبة خرالة عندنا في دار السلام، ما تتخيلش أبدا. ما تتخيلش أن مجموعة كبيرة من أسرة كاملة قاعدين في حجرة واحدة. حضرتك إحنا بنبني دولة جديدة وليس ترميم دولة. لا، وأدمية. أنت سيادتك بتقول حضرتك أنت هتبني إنسان مصري يعني سواء على أعلى مستوى، وفي أندية وفي ميادين وفي خضرة
وطبعا في اكيد هيبقى في طبعا الحاجات اللي هي السوبر ماركتات والجوامع والكنايس متكاملة يا فندم. في مولات يعني في اسكندرية احنا في مجموعة مولات كبيرة جدا في غيط العنب اتنين او البشاري اتنين، وده لم يحدث في تاريخ اي دولة في العالم. في دول متقدمة عننا اقتصاديا كتير جدا، ولكن لا تصل ابدا فكرها ان تنفذ وتدي مساكن ببلاش. انا بقول ببلاش ازاي؟ يعني ان احنا بندفع، المواطن بيدفع 300 جنيه في الشهر، يعني لا شيء، يعني لا شيء. انت عند حضرتك بنسكنهم كمان مساكن على اعلى مستوى. تعال حضرتك في تل العارب، تل العارب نفسها اللي هي منطقه السيده زينب، عملنا حاجه اسمها جنه او روضه السيده زينب. انا بقول اهل السيده زينب كلهم، بقول لاهل القاهره مين اللي راح هناك واتفرج على هذه المباني؟ بصراحه ابهار. احنا ما بنسكنش اهالينا وناسنا والمواطنين. طالما انت عاوز تبني انسان مصري صحيح، لا احنا بنسكنه في اعلى مستويات، مش ملاجئ. اي دول تانية ممكن تعمل ملاجئ، تعمل مساكن اقل من المستوى، لا انت بتعمل مسكن حضاري على اعلى مستوى في جميع الامكانيات. ما يهم القيادة. يعني نقدر نقول مثلا ان احنا بناخد المواطن من سكن عشوائي وسكن تحت خط الفقر على الاقل غير آدمي. لطبقه متوسطه، غير آدمي يا فندم، غير آدمي خالص. يعني بطن البقره غير آدمي، عزبه خير الله غير آدمي، الكرموز اللي هي منطقه غيط العنب دي كانت غير آدميه بالمره. انت حضرتك بتنقل، عايز تبني انسان مصري فبتنقله في مكان حضاري، مكان يحس ان هو بني ادم او ان هو انسان مواطن، وده اللي احنا كنا بنحلم بيه. بس احنا عارفين امكانيات الدوله ضعيفه، امكانيات الدوله يعني 40 سنه مع انتشار، احنا على فكره بقول الشعب المصري كله 39% من الكتله العمرانيه في مصر مباني مخالفه مناطق عشوائيه. تخيل 39%، احنا لدينا من 2011 وقبل 2011 119,000 مخالفه على مستوى الجمهوريه. 119,000 مخالفه، دوله كانت بتنهار، بتنهار في جميع المجالات. دولة ما كانش بتعتني بأي حد. احنا قعدنا 100 سنة، 100 سنة. يعني أنا عشان بقول للناس كلها، أنا طبعًا عضو لجنة الإسكان والمرافق، احنا قعدنا 100 سنة 13% الصرف الصحي لا يغطي مصر إلا 13%. تسبب إيه الكلام ده كله؟ احنا قعدنا 40 سنة ما نشتغلش في صرف صحي. لا، تسبب في أمراض سرطان طبعا. تسبب في فشل كلوي طبعا. تسبب في أمراض الكبد، تسبب في فيروسات. لا، الدولة النهاردة توجهت، النهاردة احنا في مجلس النواب توجهاتنا بزيادة المرافق حضرتك، اللي خدنا 11 مليار جنيه للمرافق بس، 11 مليار، بنقول الشعب المصري 11 مليار، مجلس النواب موافق على 11 مليار جنيه. حضرتك بالنسبة لتطوير عشوائيات، صندوق تطوير عشوائيات ده اتنشأ، بقول الشعب المصري كله، اتنشأ 2008، وكان المخصصات المالية ليه ما تزيدش عن 100 مليون جنيه. النهاردة سنة 2018 15 مليار جنيه لتطوير عشوائيات. ده صندوق تطوير عشوائيات، غير صندوق تحيا مصر، غير جهود القوات المسلحه والهيئه الهندسيه. الدوله كلها بتتجه للمواطن الضعيف، المواطن اللي هو اللي اتنسى، اتنسى 40 سنه، اتنسى. مناطقنا احنا في دار السلام وفي المناطق الشعبيه لا توجد فيها مدارس محترمه، لا توجد فيها مستشفيات. انا كنائب ما عرفتش اعمل مستشفى رغم ان انا واخد، لان مفيش اراضي، في ندره في الاراضي. لا، الدوله بتخلخل هؤلاء الناس، خلخلت المدن الفقيرة ديت، خلخلت القرى الفقيرة، خلخلت الدوائر الفقيرة من سكانها واللي هم أشد فقر، وبينقلهم في أماكن حضارية محترمة جدا جدا. طيب موضوع السكن اللي هو بتاع البشاير بقى، ده بقى حضرتك، احنا بقى بقول بردك نقطة بسيطة. السكن الاجتماعي يا جماعة، الدولة عملت 540 ألف وحدة سكنية، وتعاقدنا على 120 ألف وحدة سكنية للشباب، الشباب اللي طالعين من المناطق الشعبية. ده سكن متوسط، سكن لمحدود الدخل ب 14,000 جنيه، ولسه الطرح العاشر لسه منتهي من اسبوع. لا ثواني، ايه اللي ب 14,000 جنيه؟ الشقه تدفع مقدمتها 14,000 جنيه في شقه سوبر. الكلام ده يبقى موجود حقيقي؟ معلش يا فندم، ده الطرح العاشر. اقول لك ليه انا يعني بتك على النقطه ديت، وانت رجل مسؤول في مجلس النواب، لان في كتير من القنوات اياها اللي انت عارفها اللي هي مضلله وبتعمل اشاعات، هيقول لك بص بيضحكوا على الشعب.
في ايه اللي هو في حاجه اسمها شقه ب 14000 جنيه مقدم؟ لا لا فاحنا عايزين نعرف انت سيادتك مسؤول ايه تفاصيلها ايه؟ انا مفيش حاجه شرحتها، انا ما بقولش برزنتيشن، ما بقولش الخطه المستقبليه ان احنا نعمل مساكن اسكان بديل للعشوائيات. ده حدث بالفعل، ده حدث بالفعل. انت شوف الاسمرات، شوفوا منطقه الخياله في دار السلام، عندنا في دار السلام 42 عماره 2520 اسره، حتى الاستراتيجيه الجديده ان انت تسكن اهالي دار السلام وعزبه خرالة وبطن البقره في نفس المكان. يعني الشاب يروح يعمل ايه؟ يتوجه لا بالنسبه بقى للسكن الاجتماعي ده سكن غير السكن البديل خالص حضرتك. أيوة. السكن ده الطرح العاشر. الطرح العاشر يعني كل ما هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وفي صندوق اسمه صندوق الاسكان الاجتماعي. حلو. مجلس النواب عمل دمج ما بين صندوق الاسكان الاجتماعي وعمل دمج ما بين صندوق التمويل العقاري. برضو اللي بيسال دلوقتي اللي بيسال دلوقتي وبيقول ايه الشقه اللي انا ادفع لها مقدم 14000 جنيه اعمل ايه؟ بص يا حضرتك الناس فقدت الثقه في الحكومات السابقه. النهارده في 4 سنين بس احنا عملنا طرح اول وطرح ثاني وطرح رابع لغايه وصلنا للطرح العاشر. الطرح العاشر ده الدوله بتنتج النهارده 540000 وحده سكنيه من مشروع مليون، والنهارده المشروع ده بقول للشعب المصري مستدام. يعني مش هينتهي 2019 او 2020، لا حضرتك هذا المشروع مشروع مستدام، الخطه المستدامه لتطوير مصر وبناء مصر. حضرتك الشاب بيعمل ايه؟ هي كانت الشقه ب 5000 المقدمة وصلت 9000 بسبب زيادة الأسعار، النهاردة 14000 جنيه للشقة ال 90 متر و 10000 جنيه للشقة ال 75 متر. الشقة ديت بيستلمها متشطبة سوبر لوكس في مناطق محترمة فيها جميع الإمكانيات للإبناء لأبنائنا، مدارس ومولات وكل حاجة. دي حضرتك الشاب بيروح البوسطة بيجيب الكراسة وده لسه منتين، احنا قعدوا حوالي اكتر من شهر. طبعا البوسطه على فكره في تقدم للطرح العاشر بس 300000 شاب. وال 300000 شاب انا بقول لهم كلهم ان شاء الله هياخدوا طالما توفرت في الشروط اللي هي ايه؟ محدوديه الدخل. طب احنا عندنا نسبه كبيره جدا من الناس مش موظفه، طب هياخدوا الشقق دي ازاي؟ لا بيروح لاي محاسب قانوني ويبتدي ياخد منه مفردات مرتب وبيتقبل اسمه، وفي ناس كثيره جدا خدت. وطبعا احنا الحمد لله رب العالمين ده كان حلم والله، ولكن الشباب فعلا فقدت الامل في الحكومات السابقه، ولكن احنا قدام طرح عاشر. تمام. طيب دي طبعا كل الاخبار اللي كانت بتخص 2018 من ناحيه الاسكان. طيب التوقعات بقى والحاجات ان شاء الله، مش توقعات بقى بالنسبه لك، لا ان شاء الله الحاجات اللي سوف يعني تحدث بالنسبه للتشريعات والقوانين اللي انتم ممكن تدرسوها دلوقتي وهتطبق لصالح المواطن في 2019 ايه؟ انا هتكلم عن قانون يعني يخصني انا، كان قانون اسكان. في الاسكان هو كل القوانين اللي تم انشائها في مجلس النواب من يعني بدايه من قانون الاستثمار الجديد، طبعا قانون هائل جدا جدا العالم كله كان منتظره واحنا كنا منتظرون، ولكن في مشاريع قانون عندنا في الاسكان هو قانون التصالح مع المباني المخالفه وقانون البناء الموحد الجديد. البناء الموحد الجديد اللي هيعمل دوله جديده اللي هي في تيسيرات بالنسبه للناس بدل ما يصطدم مع المحليات وبعض مكاتب الاسكان اللي مش مظبوطه. احنا حضرتك هذا القانون قانون التصالح مع المخالفات بنقول للشعب المصري كله هذا القانون بيوقف زحف العشوائيات وبيعالج مشكلة تراكمت خلال 40 سنة أو 50 سنة ماضية. ليه بقى حضرتك؟ إن إحنا حضرتك وصلنا ل 39% من الكتلة العمرانية من مصر مخالف، 226 مدينة في مصر فيها مخالفات من 234، يعني يعتبر معظم المدن. طب نقدر نعمل ايه؟ هنهد 39% من الكتله العمرانيه في مصر ونطلع 50 مليون مواطن في الشارع علشان قانون 119 نطبق قانون 119 او البناء الموحد الجديد؟ لا مش هينفع طبعا. فكان لابد من مجلس النواب ان يقوم بدوره ان هو حضرتك يطلع قانونين بالتوازي، قانون مؤقت
وهو قانون التصالح مع المباني المخالفه، وده يا جماعه زي قانون 144 ل 2017 تقنين اوضاع اليد على اراضي الدوله. القانون الثاني المؤقت هو قانون التصالح مع المباني المخالفه، لان احنا عندنا مثلا في دايره كبيره جدا زي دار السلام الصين الشعبيه زي ما بيقولوها، عندنا اكثر من 90 او 99 90 او 95% مباني مخالفه. لو طبقنا القانون الموحد الجديد اللي بيصدره مجلس النواب المباني دي كلها تتهد، فكان لابد من نظره ثاقبه ونظره عادله لهؤلاء الناس، ان احنا حضرتك وضعنا شروط بردك محترم مش اي حد يتصالح، منها السلامة الإنشائية للمبنى، عدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، عدم التعدي على أراضي الدولة، عدم التعدي على الأراضي التي يحكمها قانون آثار، ودي من أهم الشروط. طب قانون البناء الموحد اللي هو ده بديل 119، حضرتك بدل ما المواطن يطلع عينه عشان يطلع رخصه ويقعد 3 4 سنين و10 سنين ومحدش طلعها له لغايه ما الموظف ده يدفعه دفع للمخالفه ويبتدي يزود في المخالفات، لا احنا يسرنا على المواطن في البناء الموحد الجديد ان خلال 30 يوم فقط والا يحاسب الموظف، ان يتم استخراج الرخصه وبيان الصلاحيه خلال 7 ايام فقط. فمجلس النواب اولا انت بتعمل ليه مشروعات؟ لخدمه حاجه واحده، المواطن، ثم بناء دوله جديده. أحلى جملة ختمت بيها، إن أنتوا في مجلس النواب سواء في سيادتك في لجنة الإسكان أو كل نائب في لجنته، إن هم بيعملوا لصالح المواطن. وسمعنا الحمد لله أخبار حلوة حدثت في 2018، والأحلى إن شاء الله في 2019، وبعون الله مصر جاية بشعبها بشبابها بأبنائها في 2019 وبمجهود. لابد يكون في مجهود كبير طبعا، مفيش حد هينجح الا بمجهود، الا بتعب يا جماعه، لابد انك تعب. اي دوله بتتبني، اي دوله، المانيا او اليابان، تعبت جدا يا فندم.